وللتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. مرحبا بك معنا سيد طارق. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم. كما تعرف أن هناك تضارب في الأنباء حول جنسية السفينة التي اختطفها الحرس الثوري الإيراني، هل لديكم معلومات موثوقة عن هوية السفينة؟ حقيقة السفينة تضاربت الأنباء حول هوية السفينة منذ يوم الأول عندما احتجزتها البحرية الإيرانية، ولكن كما صرحوا الإيرانيين يقولون أنها سفينة تهريب. حتى اللحظة لم يكن أي تصريح رسمي من قبل الجانب الإماراتي على هوية وعلى ملكية تلك السفينة، ولكن تأتي احتجاز هذه السفينة في إطار عمليات الإيذائية والاستفزازات الإيرانية التي يعني التي خلقت نوع من الفوضى في منطقة الخليج، بحيث لا أحد يستطيع ان يجري ويمارس الملاحه بشكلها الصحيح في تلك المنطقه، لذلك حتى وان وجدت حتى وان كانت ملكيه تلك السفينه لاحد الدول الخليجيه، في ظل هذا الوضع العاهل والخطير لربما يغضوا النظر عن تلك ويلتزموا بالصمت. نعم. في ناحية أخرى، إذا ثبت أن السفينة المختطفة بريطانية، إلى أي مدى يمكن أن يساهم ذلك أو يأتي ردا على احتجاز بريطانيا للسفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق؟ أولا السفينة حسب تصريحات النظام الإيراني هنالك علم بريطاني كان يرافق، ولكن تم تكذيب هذا الخبر والبريطانيين ردوا على هذا، حيث ان العلم الموضوع فوق السفينه هو علم دوله بنما بنما، لذلك نستبعد ملكيه السفينه لبريطانيا. والنظام الايراني يريد ان يناور بعدما تم احتجاز سفينته من قبل الجانب البريطاني في منطقه جبل طارق باننا نستطيع ان نخلق ونعمل نوع من الاستفزاز ونوع من الاذى في منطقه الخليج، لا سيما للجانب البريطاني وحلفائه في المنطقه او كل السفن التي تعبر من هذا المضيق المهم، ولكن نستبعد تماما السفينه تكون للجانب البريطاني. نعم، كيف اذا تقيم او كيف يعني تعتقد ان الأطراف سترد على هذا السلوك الإيراني التصعيدي تجاه أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي؟ أولا حتى اللحظة وأنا أتكلم معكم سمعنا خبر قبل ساعة من الآن أن إحدى السفن الأمريكية المتواجدة في الخليج العربي استطاعت أن تسقط طائرة مسيرة إيرانية، وحتى اللحظة النظام الإيراني ملتزم الصمت وأعلنها دونالد ترامب في مؤتمر صحفي قبل ساعة من الآن، وأيدتها البحرية الأمريكية والقوات الأمريكية في المنطقة بعدما صرحوا بأن هذا كان استفزاز إيراني، ونحن أعلنا لتلك القائمة بأن تبتعد من السفن الأمريكية، يعني اقتربت بحدود 1000 يارد 1000 متر من تلك السفينة، تم غضبها من الجانب الأمريكي. هذا احد انواع الرد المحتمل الامريكي في المنطقه، وسوف نرى ردود اخرى اقليميه ودوليه في منطقه الخليج العربي، لان النظام الايراني بدا الاستفزازات منذ 3 أشهر في المنطقه باحتجازه وضربه وهجومه على عدد من السفن الاقليميه لا سيما الخليجيه في المنطقه. طيب سيد طارق بالتزامن مع انباء عن تحريك بريطانيا لقطع بحريه باتجاه الخليج، إلى أي مدى ترجح تغير السياسة الأوروبية مع طهران؟ أولا دائما وعلى مدار الأزمة الإيرانية والأزمة النووية، الأوروبيين كانوا تتمشى السياسة الأوروبية مع السياسة الأمريكية في هذا الملف، فالأوروبيين دائما كانوا مع الجانب الأمريكي إن كان في العقوبات وإن كان في المفاوضات. والان ايضا مع انه نرى تصريحات اوروبيه لحلحله الازمه ولجلب ولجلب الى طاوله المفاوضات، لكنهم يغادلون امريكا ويؤيدون العقوبات، لا سيما العقوبات على البرنامج الصاروخي الايراني. نعم.
وحتى ذهبوا ابعد من ذلك وارادوا من النظام الايراني الكشف عن برامجه الطائفيه، وارادوا من النظام الايراني ان لا يقوم باستفزاز اكثر في المنطقه. هذه كلها مؤشرات تدل على ان السياسه الاوروبيه في هذه اللحظه وفي هذه المرحله وصلت الفكره غريبة منها الى امريكا. شكرا لك سيد طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا من أوسلو.